صباح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ جولتنا الإخبارية، لأن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استقبل السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وخلال اللقاء أشاد سيادته بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة. كمان منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على مستوى على المستويات الثقافية والخيرية وأيضا المجتمعية. وكمان امبارح تم توقيع 12 وثيقة في مجالات تعزيز التعاون الثنائي ما بين مصر والأردن، وكان ده في ختام أعمال الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند بيرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين والأمير طه نجم الدين والأمير حسين برهان الدين، وده بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومفضل محمد حسن علي ممثل السلطان بالقاهرة. ورحب الرئيس بالسلطان مفضل سيف الدين ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمناً الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية. وقام الرئيس بمنح السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة وشاح النيل تقديراً لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية. امبارح استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن بقصر الحسينية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وده في إطار الزيارة اللي بيجريها مدبولي لعمان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. واستهل الملك عبد الله الثاني المقابلة بالإشادة بعلاقات الأخوة التاريخية اللي بتربط مصر والأردن، معرباً عن تقديره لأخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيداً بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. امبارح اختتمت أعمال الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اللي عقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني توقيع 12 وثيقة في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحاب حريق مبنى وزارة الأوقاف. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن المعلومات المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بصلة، وإن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث إنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بميلوش فيتوجوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصربية. امبارح شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي اللي بينفذه الأسطول الشمالي، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، وظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.
نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة أخبار المحافظات، ونبدأها من الشمال وتحديدا محافظة الإسكندرية اللي انطلقت فيها مبادرة صيف شبابنا في مراكز الشباب واستفاد منها حوالي 12,000 شاب. ومن الشمال نذهب إلى الجنوب ومحافظة أسوان اللي تم فيها بدء التشغيل التجريبي ل 31 مجمع خدمي بقرى حياة كريمة. أما غرب الدلتا محافظة البحيرة تم فيها الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام. ماذا حدث في محافظات الجمهورية المختلفة؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم تنفيذ مبادرة صيف شبابنا اللي انطلقت في مراكز الشباب وتضمنت أنشطة فنية رياضية ثقافية علمية وكشفية، واستهدفت أكثر من 12,000 مشارك من كافة الأعمار، وده بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية، مع تحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم شراء 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء 3 نافوري صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه، ودخلت هذه المعدات الخدمة للمساهمة في قيام الشركة بمهمها في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين. فأسوان بدأ التشغيل التجريبي ال 31 مجمع خدمي بتكلفة 290 مليون جنيه بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز إدفو وكومامبو ونصر النوبة، وده بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت بهذه المجمعات بالكفاءة المطلوبة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجعات السياحية والترفيهية، خاصة اللي بتضم حمامات سباحة وأبار سياحية وألعاب مائية، بجانب التأكد من أعمال الصيانة الدورية وتوفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة. في الشرقية أكدت المحافظة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تستهدف تنفيذ 913 مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري في 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية، وده لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، مع إقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. ولحد دلوقتي تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروع ضمن حياة كريمة في المحافظة. في قنا قامت الإدارة العامة لمرور الآفات بمديرية الزراعة بفحص 586,019 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وده في إطار خطة الارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات اللي ممكن تسببها سوسة النخيل. في البحيرة تم الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام، وهيتم التشغيل التجريبي لـ8 ماكينات قريباً على أن يتم زيادة العدد بالفترة المقبلة لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بكفر الدوار. فأسيوط تم تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور منفلوط العلوي اللي بيربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي بالطريق الزراعي عابراً نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، وده بتكلفة 4 مليار و793 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 75%.